خليني أسألك يا أستاذ ماجد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل بتبقوا داخلين كل مؤتمر بخطة؟ يعني ناويين على إيه المؤتمر القادم؟ بتشتغلوا إزاي جوه هذه المؤتمرات من خلال جلسات أو من خلال أفكار أو من خلال خطط مع المسؤولين؟ إيه اللي بيحصل؟ شغلكم بيبقى عامل إزاي؟ طيب، هو مبدئيا من اول مشاركه لينا في اول منتدى او المؤتمر للشباب في مايو 2018، كان المؤتمر الخامس في الفندق الماسا. البدايه بتبقى بنطلع على الاجنده الخاصه بالمؤتمر وبنشوف احنا نقدر نقدم ايه في انهي موضوع. احنا كمجموعات عمل جوه التنسيقيه بنقسم نفسنا كمجموعات عمل، وهي الفكره دي بقى تميز التنسيقيه عن اي كيان اخر، ان انت جوه التنسيقيه في اكتر من حزب ومنهم احزاب مختلفه في الرؤى معلش والاتجاهات. انا عايز اسال في النقطه دي، هل شباب احزاب بس ولا ممكن لا، احنا شباب احزاب، احنا حوالي وسياسيين ومعنا بشكل شباب عام؟ سياسيين بشكل عام، غير منضم للاحزاب ولكنه يمارس السياسه من ولسه فتره، ممكن الناس تنضم ليك؟ واحنا لسه فاتحين باب الانضمام ولكن بشروط معينه اقرناها في اكتر من وثيقه وتم عرضها على الصفحه الخاصه بينا. طب ايه صفحتكم الخاصة عشان لو حد هي حابب؟ الصفحة الرسمية لينا، صفحة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين على الفيسبوك، هي الصفحة الوحيدة الخاصة لينا. دايما بنخليها هي اللي بنعرض فيها بياناتنا، بنعرض فيها مشاركاتنا. نرجع لفكرة المشاركة، ازاي بنشارك جوه المؤتمرات؟ احنا بنعمل مجموعات عمل، بناخد الموضوع اللي هنتناقش فيه. يعني في مايو 2018 كان الموضوع، كنا بنتكلم عن مشاركة الشباب في الحياة السياسية. كنا مقدمين أكتر من ورقة عمل، كان زميلنا بلال موجود على الستيج ساعتها، وكان ثلاثة من أصدقائنا أمام سيادة الرئيس بيعرضوا ورقة العمل بهذا الخصوص. بنقعد مع بعض بنكون ورقة عمل، بنشوف إيه اللي ممكن نطرحه ونقدمه يكون مفيد يعني ويقدر يكون مثلا توصية. في جلسة عن حياة كريمة على سبيل المثال في تمام، الأجندة الحالية، حضراتكم بتبصوا على الأجندة بشكل عام وتقولوا إحنا ممكن نقدم إيه في هذه المواضيع، بالظبط إذا كان من خلال اقتراحات أو مناقشات أو ورقة عمل أو خطة. يعني هي فكرة ورقة عمل، أغلبية الشغل ده بيبقى ورقة عمل بنتفق عليها في التنسيقية بعد جلسات كتير قوي وشغل كتير قوي جوه التنسيقية، مش مجهود يوم أو يومين. يعني أنا فاكر إن إحنا قبل التجهيز للمؤتمر بنقعد شهور بنجهز في ورقة العمل، لأن دايماً عايزين الأحسن. إحنا مش دايماً مش بنكتفي بورقة عمل بتطلع مجرد إن إحنا هنقدمها، لا، دايماً بندور إن إحنا نطور فيها. يعني ممكن الورقة تفضل تتطور لغاية قبل الستيج بثواني، بنطور فيها ده الأحسن. بيحصل صحيح. إحنا بنعمل كده كتير، فهي دايماً إحنا بنطمح إن إحنا نقدم ورقة عمل تليق باسم التنسيقية وتليق باسم شباب الأحزاب وتليق باسم شباب السياسيين، عشان نقدر نخرج منها بتوصيات تفيد مجتمع الشباب والمجتمع المصري عموما. ففكرة ان احنا نعمل مجموعات عمل من شباب مختلفة الرؤى والتوجهات كانت صعبة في الأول. يمكن في الأول التجربة كنا لسه نتعرف على بعض بشكل جديد، هنعرف بعض من زمان كلنا كشباب أحزاب وسياسيين، اشتغلنا مع بعض فترات كبيرة قوي، أكتر من 10 سنين شغالين مع بعض كلنا، يعني في علاقات تمتد لأكتر من 10 سنين، ولكن أول مرة نتجمع على ترابيزة واحدة ونحط رؤية لحل مشاكل. دايما كانت اللي بيقابلنا الاختلاف في وجهات النظر، كنا بنحاول ما نخليش الاختلاف ده يبقى خلاف جوه ورقة العمل. بمعنى يعني انا ممكن اشوف وجهه نظري كشخصيه ان انا شايف الامور تمشي بالشكل دوت، واستاذ بلال يختلف معايا وشايفها من منظور تاني خالص، ولكن في النهايه احنا مجموعه عمل بنتفق على ورقه، فلازم نخرج بحاله ترضي جميع الاطراف، وهو ده دايما اللي احنا بنحاول في التنسيقيه يبقى موجود، ان احنا نخرج بورقه عمل ترضي جميع الاطراف. بنطلع بنقدم بنتواصل مع الجهات المنفذه لمؤتمر الشباب، بنقول لهم احنا عندنا ورقه عمل في المشروع الفلاني وبنطرحها عليهم، في حاله القبول بنطلع نعرضها. واغلبيه المؤتمرات اللي شاركنا فيها لينا فيها ورق عمل، سواء المنتدى مؤتمرات الشباب او منتديات الشباب العالم. يعني انا كنت مشارك في منتدى شباب العالم في كان ورشه عمل عن افريقيا 2063، وكان لنا فيها توصيات كتير قوي، منها التوصيات اللي خرج منها وعملنا منها منطقه الشباب العربي الافريقي، كنا طالبنا ساعتها ان تبقى اسوان مدينه الشباب الافريقي، كان دي كانت من احدى توصياتنا جوه ورق العمل جوه الورش نفسها، لان هي بتبقى ورش جوه الناس فاكره ان مؤتمر الشباب هو الستيج والناس، لا، احنا جوه المؤتمر في ورش عمل شغاله، لا بيبقى في شغل في شغل قبل كده كتير بالزبط. وناس قاعده، احنا يعني ده بيبقى المنتج الاخير ده اللي المنتج بيطلع الاخير للناس، الورقه الاخيره اللي قعدوا يشتغلوا عليها كتير بالظبط. يعني فبنشتغل كتير عليها الورقه، والحمد لله ان احنا قدرنا كسيد شباب احزاب وسياسيين ان احنا نخرج بتوصيات كتيره تم عرضها على سياده الرئيس وتم الاخذ بيها في مجمل تم التوصيات اعتماد البعض. وتم اعتمادها بشكل رسمي. والحقيقه يعني انا عايز اقول ان احنا كتنسيق شباب احزاب وسياسيين مش ده دورنا بس، احنا كمان بنشارك في حوارات المجتمع المدني. يعني احنا شاركنا في الحوار المجتمع المدني للجمعيات الاهليه، انا كنت مشارك فيه بشكل شخصي، وكنا مشاركين في الحوار المجتمعي لتعديل الدستور، استاذ بلال كان مشارك فيه برضه. احنا عاده بنحاول نقسم نفسينا
فينا ما نبقاش عشان التنوع واسراء الفكر. يعني هتلاقي اللي بيشارك في ده مش هو هو اللي بيشارك في ده، ليه؟ كل واحد عنده فكر. فهي اكيد فكر غير استاذ ماجد واستاذ بلال، يعني في ناس كتير احنا 100 وشويه، انا عايز اقول بيرموا لبعض، فاكيد في ناس ثانيه بس عشان مش شايفين يعني احنا 100 وشويه.